Good morning, everyone. Thank you very much for coming. My name is Sir John Chilcott, and I'm the chairman of the Iraq Inquiry. Save of طهد وقتل كما طهد وقتل هذا الشعب بدون سبب بدون سبب قتلوه وقتلوا فرحته معه بيوم نجاحه. كان يريد يعيش بسلام. كنت أتمنى أن أزفه بيدي على زوجته، لأن كنا نخطط أنا وأمه بالزواج المبكر له، ولكن زفيته إلى قبره. وهذه مو مصيبتي أنا، الآن مصيبة كل العراقيين. قتل الكثير من العراقيين بهكذا فعلا، بهكذا طريقة، يتكلمون على المقابر الجماعية، ولكن هم الذي حدثوا مقابر جماعية في العراق.